المرأة إذا كانت لا تقضي ما فاتها من رمضان في السنين السابقة جهلا، ولربما لا تدري كم أفطرت من الأيام طبعا عن عذر شرعي، فهل عليها قضاء أو إطعام فقط؟ وقد علمت الآن أن الإفطار فيه القضاء وفيه الكفارة، فما الحل الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الأصل أن من أفطر من رمضان فإنه يجب عليه القضاء، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن أفطر في نهار رمضان سواء كان لعذر شرعي أو لغير عذر أو كان متعمدا لغير عذر فهذا يعتبر عاصيا ويجب عليه القضاء والتوبة. أما من أفطر لعذر شرعي فإنه لا إثم عليه، ولكن يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. فعلى كل حال القضاء واجب على هذه المرأة، وأما عدد الأيام فإنها تقدرها بأن تعرف عدد السنين التي مرت عليها وتعرف كم يوم أفطرت من كل شهر من رمضان، ثم تقضيها وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، يعني مقدار نصف صاع من الطعام وهو كيلو نصف عن كل يوم تدفعه للفقير عن التأخير. وأما عدد الأيام فإنها تجتهد في تقديرها وتحتاط وتقضيها. جزاكم الله خيرا.